صباح النور لي زامي، جيسبر كو فوز علي بيان. كنلقاو في فيديو جديد. في هذا الفيديو هادي غادي ندوركم معايا في بوردو. الوغ اليوم هو اخر نهار عندي في فرنسا. صراحه ما صورتش لكم كلشي حيت اون فيت فاش هبطت لاندختي في بورج جو مو سوي كونتونتي غير بشوبينغ. صراحه درت بقيت سيتي ان مومون بور مو، سيتي اون فيل ابيزانت فينا كالم ايتترا. المهم بحال افران و اون بلوس مرضت راه باينه فيا من صوتي. وحاجه اخرى جو مو سوي انتريسي لا باج ديالي انستغرام حيت اون فيت جو في دو لامبورطاسيون. نخلي لكم لا باج هنايا. جو في دو لامبورطاسيون اي كنجيب اون فيت من ديك لا فيل فين ساكن اختي وكنبيع في المغرب سوغ لي ريزو سوسيو في الحانوت ديال ماما ايتترا. بون سي سكو جو في دوكو. منين جيت انا هنايا مشيت بوحدي واختاريت لي زارتيكل لي بغيت ايتترا. مهم دابا انا هنايا جيت البارح اون فيت جيت لعند لي بارون ديال راجل اختي اي دوكو هما ساكنين فواحد فحال واحد لو فيلاج جاي على 1 ساعة دو بوردو. اي دوكو دابا يلاه لبسنا ايتو غادي نخرجو دون بالونطون. Et du coup c'était cool. Moi je vais partager avec vous quelques vidéos. D'abord je vais à Porto parce que je dors chez moi. Et je chauffe la ville. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Quand on aura une vidéo jadite, enfin, je vais reprendre les vidéos que tu vas recevoir les comme plusieurs choses. On me dit en français qu'on dit soutenance, que tu vas recevoir les comme ça ma tahdirat ديالها et tout, mais ma qdit, j'étais hyper stressée. Et ça fait de peu que ça allait tout douce, alhamdoulillah, validé l'am. Et ça fait au je vais reprendre les vidéos tout simplement. Moi, il m'a rendu une jadite du coup, elle dit comme ça. دابا لقيتوني خرجت قبيلات وفلت ماما لعند جداتي للدار ومشيت سخرت ليهم لابيغلا وعاوتاني رجعت للدار حيت ماما نسات واحد لابواط ديال الكاطو وبيان سيغ عاوتاني دوزت حيت الفي ايبر شو راكم عارفين لا شاريغ اللي كتكون في مكناس الصيف
وصافي وكليت ودابا فديريكسيون عند ماني. غنمشي بعدا الصالون، لا غادي نحط الكاطو عند ماني ومن بعد نمشي للصالون. دابا لقيتوني وصلت داكشي اللي عند جداتي وديريكسيون لو صالون. اليوم غادي نوريكم ان صالون جديد، سي ان صالون اون فيت اللي كنت كنمشي له دوبوي لونطون، هو اللي كنصايب فيه سورتو الماكياج. جادور السيدة اللي كتصايب الماكياج سميتها خديجة، اللي جوست جينيال، هي مولات الصالون. وكاينه حتى واحده اخرى واحد البنت خدامه تماك حتى هي سميتها خديجة، حتى هي كتصايب زوين وصافي. وقلت لكم المهم انا هذاك هو الصالون اللي كنت كنصايب فيه حتى شعري ايتو، مي كان واحد البنات كيخدموا معاه، رجعوا كيخدموا في داك الصالون اللي كنت كنوريكم اللي في حمريه. دوكو قلت منين حمريه سي بلو بروش للدار كنمشي لعندهم، مي فاش كنبغي نصايب الماكياج داكشي كنمشي عند خديجه. دابا ما نصايبش صراحه الماكياج، غادي نمشي غير نصايب شعري وصافي. غادي نوريه لكم حتى الصباغه، كلشي كيصايبو واعر. دابا باش الا بغيتو تجيو عندها، هاد الكافي سميتو غرين فيلا، معروف في كومباتا، وهي الي جوست ايسي. هاي مخرجه داكشي ديال الصالون اللي كيعلقوا فيه الفوطات. صافي دابا لقيتوني صايبتو، هذا هو لو ريزلتا فينال. ما شفتوش لافرونش عاوتاني زعمت وعاوتاني قطعتها، صراحة كتعجبني ولكن مهم دغيا كطلع في الراس، هذا هو المشكل. ودابا لقيتوني بدلت وطلعة عند مامي باش نسلم عليها. ولقيتهم دايرين تحضيرات، انا غادي نوريهم ليكم. وبيان سور كلشي مغطي بحال ديما، انا نوريكم بلاتي. حاطين داكشي اللي بلدي، وهنايا حاطين هادشي الاخر. عرفتو هادو هاد لي فينانسي انا اللي كنت قديتهم، الا بغيتو نبارطاجي معاكم لا غوسيت ديالهم دابا نبارطاجيها معاكم. باش نوريكم لو بلاطو ديال لا بيرلا، سي ان تري 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 بون بلان. انا كنت اخذتو من عندهم هذوك لي بوتيت سواري ولا لي ميني سواري. انا غادي نوريه لكم كيجي وشحال فيه. ها انتما تيجي بحال هكا، ويمكن فيه شي 38 ولا شي حاجه بحال هكا، ودير بشي 150. حاجه اخرى الي هايبر مي هايبر هايبر بون. صافي دابا لقيتو يلاه الضياف مشاو شويه، وغادي نباتو اليوم عند جدتي. ديجا هادي راه مينوي، يعني يلاه مشاو هادي واحد الساعة، دوكو قلنا غادي نباتو هنايا وصافي. صراحة مصورتش بزاف كيف ما ديما، حيت فاش كيكونو الناس ولا كتكون لافامي اكسيتيرا متنبغيش نصور، و معرفة زعما واش هما غادي يبغيوني نحطهم زعما فلا فيديو اي تو نبينهم، جوبونس با. دوكو مكنبغيش كاع نصور. مهم هذا ما كان. صافي دابا غادي نمشي ندير لا روتين ديالي ديال لو فيزاج، وغادي نديكم معايا غنوريكم شنو كندير. كندير دي برودوي جداد هاد لا بيريود هادي. الوغ غادي نوريكم بعدا لي برودوي اللي كنستعمل عندكم. اول برودوي هو هاد لو جيل نيتوايون ديال سيفورا، زوين بزاف. فاش كنت عند اختي لقيتو عندها، وانا ما كنتش ديت الجيل نيتوايون حيت كنت عندي غير لا فاليز ديال اللي كطلع معاك للطياره، دوكو ما كانش يمكن لي ندي لو جيل نيتوايون ديالي حيت كان فيه بزاف ديال لي مليليتر. اي دوكو بان صافي لقيت عند هذا واستعملته وعجبني بزاف، مي فيه غير 15 مليليتر. دوكو غادي نقول لها تشوف واش كاين الكبير ديالو، سوما غادي يكون وصافي، يمكن غادي نبدا نديرو هو حيت فريمون وافقني وافق لابو ديالي. الوغ الحاجه الثانيه اللي غادي ندير ريكتانيل. الوغ ريكتانيل كنت ديجا شرحت لكم على هاد لو برودوي هذا في واحد الفيديو قديمه، يمكن هادي شي عام ولا عامين. بون اللي ما شافهاش، هاد ريكتانيل كتطلع الحبوب اللي كيكون نقي وقع لنا في لو فيزاج، اي كنديروها دو فوا بار سيمين با بلوس، وزوينه فريمون زوينه بزاف. انا جادور هاد لا كريم. صافي وكاين هاد لو بوم على ليفغ ديال كلارنس، اي كاين هاد لو برودوي ديال اورديناري، ما عرفتش واش جي بيان برونونسي او با. هذا كيصلح لي سيرم، مي صراحه هادي السيمانه باش بديت كنديرو، باش بديت كنديرو زعما مزيان فهمتوا، يعني كل نهار، مي مازال ما بان ليا زعما لي في، يعني ما عرفتش واش حيت انا جي دي سيرم ايريديتير، يعني راه ما غاديش يكون ان شانجمون ولا مهم جو سي با، يعني ما غاديش نقدر نهضر لكم عليه حتى دوز اون بون بيريود.
على خير حيت غادي نجلس نتفرج واحد المسلسل ديالي. يلا بديتو واحد المسلسل تركي سميتو شراب التوت، زوين بزاف. يلا وصلت الحلقه الثانيه ولكن باين واعر اي وصافي هذا ما كان. يلا بيزو اون سي ريتروف دما ان شاء الله.